أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اشتريت سيارة من المعرض، فقال لي صاحب المعرض: هنا ضمان ب1000 ريال لمدة سنة أو 20,000 كيلومتر وأنت بالخيار، فهل يجوز أخذ هذا الضمان لأساسيات السيارة فقط؟ وما المحذور إذا كان هذا لا يجوز؟ هذا لا يحتاج ضمان. إذا بان في السيارة عيب، إذا بان في السيارة عيب كان فيها قبل البيع، فإن مشتريها بالخيار، إن شاء أمسكها وأخذ الأرش وهو نقص العيب، وإن شاء ردها، ولا يحتاج إلى ضمان. هذا شيء جعله الشارع له. أما إذا كان العيب حدث بعد البيع فهذا على ضمان المشتري، ما هو على ضمان البايع. إذا حدث فيها عيب، يعني اشتراها سليمة، حدث فيها العيب بعد الشراء، فهذا على ضمان المشتري ولا يضمنه البايع. نعم، هذا ضمان غير صحيح.